يشد نو انه وزير المال علي حسن خليل رد على كلام الوزير جبران باسيل اللي قال وزير المال هو اللي وقف بال2015 مشروع دير عمار. من بعدها بلش سجل، بس الرد كان على لسان وزير الطاقة وليس على لسان الوزير جبران باسيل. اتهام بالسرقة اتهام بمحاولة السرقة بقيمة التفئة اللي صارت بمشروع دير عمار، واللي أكد ديوان المحاسبة بهيئته العامة إنه ما لازم تندفع وهي داخلة من ضمن العقد الأساسي. قانون برنامج 181 قال يسعى رئيس الحكومة ووزير المال لتأمين تمويل خارجي لهذا المشروع، لذلك الأمر لم يتم لحظ اتفاق.